يا سلام عليا، انا راكبه على سرير فرو وجميل قوي. يا سلام، ده الفيل فلو فيلو. ازيكم يا اصحابي، انا شايل بطوطه دلوقتي وموديها حديقه الحيوانات، بس انا جعان قوي ولقيت ايه، دونتس. هاكله بقى بسرعه وبعد كده اودي البطوطه. بسرعه يا فلافيلو، كل بسرعه علشان نمشي. ماشي يا بطوطه، يلا بقى اما اكلها. يلا. هم 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 هم. ايه ده يا فلافيلو، انا حاسه انك صغرت قوي. ايه ده، انا شكلي اتحولت ولا ايه؟ انا لما اكلت الدونتس دي شكلها مسحوره ولا ايه؟ بقيت فيل صغير قوي. يا خبر يا خبر، اعمل ايه؟ انزلي يا بطوطه انزلي. ايه ده يا فلافيلو، انت بقيت صغنون قوي. طب هنعمل فيك ايه دلوقتي يا فلافيلو؟ مش عارف مش عارف، وديني للدكتور. دكتور اوديك ازاي، ده انت برضو ضخم حتى بعد ما صغرت ضخم. طيب اعمل ايه اعمل ايه؟ لحظه واحده هجيب لك حاجه. يا فلافيلو اركب في البطه دي يا فلافيلو، والله ركوبه حلوه. طيب ثانيه واحده، خلاص كده فلافيلو ركب، انا بقى هشده من الحبل ده. بس مفيش حبل، انا عايزه حبل. يلا يا فلافيلو. ها ها، انت تقيل قوي يا فلافيلو. معلش يا بطوط، يلا بسرعه عشان نروح للدكتور. ها الحمد لله وصلنا، وانا خلاص تعبت. يا دكتور كلبوب يا دكتور كلبوب. ايوه يا بطوطه، الفيل فلافيلو صغر النهارده. صغر ازاي؟ اهو كان كبير قوي وصغر كده. ايه عندك حل؟ طيب طيب هجرب معاه الدواء ده. اشرب يا فلافيلو الدواء ده. ادينا اهو شربت الدواء وبرضه زي ما انا. طب وبعدين يا دكتور؟ الحل بقى ان احنا نديله حقنه كبيره علشان يرجع تاني كبير زي ما كان. لا 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 لا، انا مش عايز حقنه. خلاص يا فلافيلو هتفضل صغير زي ما انت. لا انا برضو مش عايز افضل صغير زي ما انا. خلاص خلاص هنشوف لك الحقنه. طيب طيب شوفوها لي بسرعه، انا هركب العجله بتاعتي واروح اجيب الحقنه بسرعه واجي. بي 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 بي. يا ترى الدكتور اتاخر ليه كده؟ استنى يا فلافيلو هو لحق. انا جيت الحمد لله وجبت الحقنه. معلش يا دكتور، انت عملت حادثه ولا ايه؟ معلش معلش. خلاص خلاص يلا بقى ندي فلافيلو الحقنه دي علشان يكبر زي ما كان كبير. يا سلام، انا كبرت ورجعت تاني كبير زي ما كنت. طيب الحمد لله، الحمد لله على سلامتك بقى يا فلافيلو، تعبتنا معاك. طيب طيب الحمد لله، ما عادش حد يديني حقنة تاني، خلاص انا كبرت. يلا بسرعة يا اصحابي، لو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في قناة حواديت موها. مع السلامة اصدقائي.